فاللي حصل في السعودية يعني درس لن تنساه، غيرت سياستها بنسبة 100%. وهذا يعطينا درسا آخر للناس اللي هم من جهتنا، أنهم كل ما نقولهم يا ناس طالبوا بحقوقكم واصبروا عليها واقبلوا التحدي ولا تستسلموا ولا تستضعفوا أنفسكم، يقولنا لا هذه عنترية وأنتم لا تدركون السياسة الدولية ولا تعرفون والمجتمع الدولي حسم أمره وكذا وكذا، يلقون في قلوب الناس الرعب ويثبطون الهمم، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة كما كان يقول المنافقون. هذا درس، ما حصل للسعودية هذا درس، عليهم أن يفقهوا وأن يفهموه إذا كانوا يريدوا أن يعرفوا الحقائق، مش يريد أن يركبوا رؤوسهم كل ما تظهر لهم حقيقة يزدادون عنادا ويعني صرفا وكبرياء وعجب بآراء الفاسدة التي تصدر منهم من حين لآخر. يعني تولى السعودية، مش هي أكبر حليف للأمريكان؟ ما في حليف زيها، والأمريكان كان الناس يظنون أنه يفدي السعودية بكل ما يملك. لما صح الصحيح وجد الجد، وهؤلاء الحوثيين يعني هم مجموعة قليلة لا تساوي عشر معشار الجيش الأمريكي ولا عشر معشار السعودية، لكن لما هم كانوا مصممين على الأخذ بحقوقهم بكل صورة، لا يبالوا، لم يبالوا يعني المجتمع الدولي ولا حجم أمره ولا كذا، ماذا كان من أمريكا؟ هل أمريكا استطاع أن تفعل شيء؟ بل بالعكس، خذلت السعوديين وقالت والله مش مستعدين، إحنا الجنود الأمريكان يموتوا من أجل السعودية. اسمعي، فلو أنت يلي في ليبيا من زمان، من 4 أو 5 سنوات تقول المجتمع الدولي حسم أمره وإحنا ما نقدرش نوقفه معاه، لو كنت أنت ترفع في همة الناس وتقول أنت عندك حق وصاحب الحق لا يبالي، الله عز وجل لا ينصره إذا هو ثبت على حقي، وهذا هو واجب، إذا عاش يعيش كريما وإذا مات يموت شهيد، لو كنت تقول في الكلام هذا من زمان. لكانت أمريكا يعني لها موقف آخر يختلف كل الاختلاف عن موقفها منها الآن، بسبب ذلنا واستضعافنا لأنفسنا وهزيمتنا من الداخل، هي الآن تفعل بنا ما تشاء، تفصل كما تريد. سببه نحن، سببه المخذلون منا. وهذا اللي حصل للسعودية هذا درس يعني عملي حقيقي واضح. السعودية الأمريكان قالوا حي مش مستعدين يموتوا بقوتهم وصولجانهم واستخباراتهم وكذا، والحوثيون يعني مجموعة قليلة، قالوا حي مش مستعدين يموتوا قدام السعودية على من أجل السعوديين.